لو الحكاية فيها إن فيجو حاج عبد الله ساكن هنا بقالك في مقابر الخيالة بقالك قد إيه؟ 40 سنة. 40 سنة؟ طب طول ال 40 سنة دوت هل مثلا في تحسن للخدمات؟ الحكومة بتيجي تشوفكم بتوعدكم بمساكن؟ ما فيش حد بعيد ولا يبص زي ما انت شايف. عندكم مية؟ لا. عندكم صرف صحي؟ لا. أمال إيه يعني بتشربوا إزاي؟ بتمنوا من برا؟ أنا من برا. بتمنوا من برا، والصرف الصحي؟ مش طلنشات؟ يعني مرة تعالي بصي. تعالي ما انت زي بنتي. انت منين؟ من عين شمس. من العرب. والله العظيم. هو هنا الحمام اهو بس اتفضلك. قلت لك انت بنتي، انت الصحة لما بتتعب يا حاج بتروح فين؟ المستشفيات القريبة هنا اللي أقرب حاجة مستشفى الخليفة. مستشفى الخليفة في هنا. انت عصوري كده ولا عسى ولا يعني فيها ضرر؟ طيب لما بتحبوا تجيبوا عيش يا عم عبد الله بتجيبوه منين؟ من المغرب. قريب منكم هنا؟ بعيد بس عذاب والله العيش هنا تعب. بعيد؟ طيب بالنسبة هنا يعني الحكومة مهتمية بيكم في خدمات؟ ولا في أي حد خدمات. العيشة هنا عاملة إزاي؟ ليش والله تعبانين، اكذب على الله تعبانين. بقى مطالبكم ايه من الحكومه؟ مطالبنا الامن قبل كل شيء. الامن قبل كل شيء. مفيش امن في المقابر هنا؟ بسيط خالص. يعني بمعنى في بلطجيه؟ في بلطجيه في كل وقت، بس زي حالتنا الكبير في السن. انت بتقفل مقبرتك عليك بالليل؟ اه. عايش فيها لوحدك؟ شغال في صناعة الجبس؟ بقالك كم سنة شغال فيها؟ قال لي كده بتاع 20 سنة. 20 سنة. هي مقابر الخيال عامة مشهورة بالجبس؟ بصناعة الجبس؟ هي ومصر القديمة. هي ومصر القديمة. يعني تطلب ايه من الحكومة؟ اطلب ان انا راجل كبرت وعايز اقدم معاش، ولا اعرف اقرا ولا اكتب، والعيال سايبيني مثلا. عايز معيش؟ اي والله. مش قادر على الشغل؟ لا. طيب حالتك عامله ايه؟ يعني اكلكم ايه؟ تعبان يعني، تعبان. ايام في شغل وايام ما فيش، يعني ساعات ساعات الوقت مش اسبوعين ثلاثة ما فيش شغل. انا عايز اي حد تساعد معيش. والله العظيم نفسك يبقى ليك تموين؟ اه والله. هي العلم ده جانا الصراحه دي 20 سنة وقد صدرت. البطاقة بتاعتك على المقابر هنا؟ اسم البساتين. على اسم البساتين. طب ليه مالكش هنا تموين؟ ما كل ما اسأل يقول قد صدرت، مش عارف اوصل لان انا مش متعلم. طيب بتجيب الزيت منين؟ السكر؟ اشتري شيرة كده من سوق السوق. تعبان. ايه اهم الحاجات الحاجة اللي بتعاني منها؟ ايه اهم الحاجه اللي بتعاني منها يا حاج؟ يعني بعاني منها ازاي؟ الخدمات هنا، صرف صحي، ميه. لا ما فيش. امال ما في ميه في الحاره الثانيه بروح املا. بتملي من الميه اللي هناك؟ واملا الزير يعني. والصرف الصحي ترانشات ولا بتسربوه انتوا؟ لا بتاع ترانشات حتى مخصوص كده. المدارس هنا حاجة عيالك كانوا يروحوا مدارس فين؟ في التونس. بعيد عليكم؟ اه بعيد. لما بتحب مدارس التونس. ايه؟ مدارس التونس شيخ نظر الله يرحمه مات بعد رمضان، قبل رمضان بثمان ايام. ومعايا عمر في سينا في الديش، وبقى صغير شغال مع الناس هناك. وبنوته صغيرة؟ لا، ومعايا هويدة في ثانوية عام عندها 24 سنة، طلعت من ناحية الأمية مع حس المدرسة. ماي طلعت واحد تحت الأمية بس يعني ما حصل مدرسة، وبعد كده واحد سنة وعين آخر سنة السنين كانت آخر سنة عم نول، وجابت ملحق. ملحق بالك قد إيه يا حاج هنا؟ كم سنة؟ 25 سنة. في حد بيسأل فيكم الحكومة يعني عايزة شقة من الحكومة ولا نفسك في إيه من الحكومة يعني؟ أي حاجة، حتى مطرح مرتاح. إيه؟ حتى مطرح مرتاح. المكان ده في الشتاء بيبقى عامل إزاي؟ أها أنت شايفة يعني المطر بتنزل عليك؟ اه يعني لا هنا جوا ما بتنزلش عشان مظبوط. اما المطر بتنزل بره.
بهرجان الدنيا هنا كده. استاذ فستحي بيبقى غرقان هنا شارع جرافة. ما بتخافيش وانت ساكنه هنا مثلا بلطجيه بالليل يطلع عليكي؟ لا بنام معاكي محدش بيجي يعني هنا المقابل. اما لما كنت مش بيته هنا كنت عند بنتي خدوا لي الحاجه كلها بعد العيد. غيرت بره بعد خدوا لي الحاجه كلها، خدوا الرز والسكر. مين اللي خد؟ والله ما اعرف الناس اللي دايره البلطجيه. اما لما اكون هنا ما حدش بقفل على نفسي من الجو. يعني مكان هنا امن يعني؟ ما بتخافيش على بنتك هنا؟ لا بنتي مش بس بيت هنا، علي تبعتها عند اختها واختها التانية متجوزة بس صغيرة. نفسك في ايه حاجة؟ حتى معاش زي الناس اي حاجة. معاش؟ 200 جنيه بكبرهم الواحد مش عامل حاجة. معاش؟ اي حاجة. يعني نفسك في معاش؟ يعني ما عنديش مثلا يعني 200 جنيه باخدهم 215 ما بيعملوش حاجة معايا. ما بيعملوش اي حاجة.